أشواطة جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة شبابية بامتياز. الخبر من قلب الحدث. المعنية بحقوق الإنسان قبل ما يبان أو يظهر المجلس الدولي لحقوق الإنسان سنة 2006، ولا تبعته إعلاميا مؤخرا في الشهر الماضي أو قبل الماضي، ناقش المغرب تقريره الموازي الخاص بمدى إعمال الدولة المغربية لمقتضيات العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية، كذلك لكل المنابر الإعلامية وكل المواقع لحضرات، ودائما كتغطي مجموعه من الاحداث في اطار احترام الحريات والحقوق الاساسيه المكفوله للجميع، كما جاء فيه ايضا بانه لا يجوز المس بالسلامه الجسديه او المعنويه لاي شخص. دارك هذا عندك الترخيص، واش كاين في القانون بعد الترخيص ولا تقولوا؟ اذا مازال هناك انتهاكات تسجل، مازال هناك نوع من التضييق والإجهاز على الحق في السكن، الحق في التعليم يشارونه الإخوان والأساتذة. مع الأسف ما تفرقوش ما بين المقال التحليلي وما بين التعليق الصحفي، تتلقى مقالات تحليلية مشهورة ويعبر فيها بشكل مباشر أو غير مباشر، وعندهم فعلا باع في المجال ديال الكتابة الصحفية، يقدروا بعض المرات يدوزوا بعض الفقرات التحليليه وهي على القناعه ربما الليبراليين ولا الاشتراكيين. اذا بالنسبه لنا احنا الايديولوجيه مكون اساسي في العمليه ديالنا، الموضوعيه، وايضا بالاشاره الى عدم افراز التعليق الصحفي عن اصله الخبري. يعني هذه من الامور اللي هي دقيقه بزاف ومخصوصه، هي مهمة جدا في السياق ديال الحديثين. كذلك الإعلام ما يمكنش نهائيا تكون عندكم أنتم القابلية باش تفهموا وتستوعبوا التعليق الصحفي إذا ما كانش عندكم القابلية. وراه طبعا كاينة بزاف ديال الأمور هنا. أولا أنتم واش مرتاحين معايا؟ إلا ما مرتاحينش معايا راه ما يمكنش تكونوا جاهزين. النموذج ديال معلومات الأحداث أو الجرائم بحال هكا. وفي كل في التعليق الصحفي ديالو اللي بعض المرات تيكون يومي تيتكلم على المنتوج ديال الجريمه في المجتمع اللي هو بدا تيتفكك قيميا، تيتكلم على القيم. ما عندناش ميزانيه، اذا اللي تيسمي الميزانيه الان المؤقته هو رئيس الحكومه اللي هو تيتراس الحكومه المؤقته، والحكومه المؤقته فيها عناصر ميزانيه، كل وزير تيحمل ثلاثه الحقائب ضربات الحقائب. الأب ديال الجميع، الأب ديال الجميع، ماشي هذاك راه ما عندي به علاقة، إذا نقتلو في مصيره ولا نوقف لي حياته، ولكن إلا حسيت بلي أنه جزء منك من كيانك. اليوم كان تدريب مهم جدا بالنسبة لمختلف وسائل الإعلام المكتوبة والسمعية والمرئية لصحفيي ومراسلي ومدراء مواقع بمدينة الجديدة وأزمور وبن سليمان والدار البيضاء والرباط ومجموعة من المدن الأخرى، بدعوة كريمة من أكاديمية الدولية للإعلام والخدمات بمدينة الجديدة في موضوع مهم جدا وعنده علاقة بالجديد في الصحافة والإعلام الراهن. نتكلموا على التعليق الصحفي، واحد من المكونات الهامة للكتابة الصحفية على مستوى التحليل، وايضا رؤيه الصحفي من زاويه الخبره ديالو واهتمامه بالقضايا المهمه جدا. الفراغ الحكومي والازمه المفتعله لتشكيل الحكومه والانقلاب الناعم ضد اراده الشعب كما سماه السيد عبد الاله بكيران في تصريح له مرحله حاسمه وفاصله. هذا التصريح والخرجه الاعلاميه التي رفض من خلالها الرضوخ للشروط التعجيزيه والاختيارات السوزاريه للسيد اخنوش الذي قرر استقالته في سنه 2011 من حزب التجمع الوطني للأحرار، ورجع بعد انتخابات عام أكتوبر 2016 ليتقلد منصب الأمين العام للحزب بعد استقالة السيد مزوار في مشهد ينم يعني الاستهتار والبلقنة والتحكم، خرجته لها دلالات واضحة من جهة توجدوا بالدورة التكوينية في مجال الإعلام بموضوع التعليق الصحفي
اللي منظم من طرف الأكاديمية الدولية للإعلام والخدمات وجريدة الحوار الاجتماعي الورقية تحت إشراف الدكتور مصطفى غلمان اللي جاء من مدينة مراكش اللي تفاعل معه مجموعة من الإخوان الإعلاميين والصحفيين والمهتمين في هذا المجال. فكذلك هذه الدورة اللي عرفت هذا الموضوع حول هذا الموضوع عرفت مجموعة من النقاش ومجموعة من المداخلات من طرف إخوان. فالآن هي الدورة كما قلنا العاشرة في هذا المجال اللي بمدينة جنة. آه يا الصينية في اللي جمعوا عليك النيار كلي ونسوك فين هل الجود والرضا فين حياتي فين حومي.